يا شيخ، عندما يخر العبد إلى السجود هل يقدم يديه أم ركبتيه؟ وما الراجع في هذا؟ إذا خر الإنسان للسجود فإنه يقدم ركبتيه ولا يقدم يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه، يقدم يديه كما هو مشاهد. والحديث ليس لفظه فلا يبرك كما يبرك البعير، نعم ليس لفظه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل لفظه فلا يبرك كما يبرك البعير، وفرق بين العبارتين. فإذا قيل فلا يبرك كما يبرك البعير فهو نهي عن الهيئة والكيفية، وإذا قيل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فهو نهي عن العضو الذي يسجد عليه. وعلى هذا لو كان لفظ الحديث فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا لا تقدم الركبتين، لأن البعير يقدم ركبتين، ولكنه قال فلا يبرك كما يبرك، أي في الكيفية والهيئة. ومعلوم أن البعير يبرك أول ما يقدم يديه، لكن إذا كان الإنسان فيه أوجاع في ركبته أو فيه مرض أو كان ثقيل الجسم وكان نزوله على يديه أسهل فلا بأس.